قررت ثالث أكبر شركة لخدمات النقل البحري في العالم وقف عملياتها في إيران على خلفية قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي وعودة العقوبات الاقتصادية على طهران والجهات المتعاملة معها. وأعلنت مجموعة CMA CGM الفرنسية، وهي ثالث أكبر شركة لخدمات النقل البحري، إنها قررت إنهاء خدماتها في إيران. ويأتي انسحاب مجموعة الشحن الفرنسية بعد قرار شركات كبرى في الشحن الدولي الانسحاب من السوق الإيرانية مثل AB مولر ميرسك. وتعمل المجموعة الفرنسية التي أعلنت انسحابها من السوق الإيرانية في 200 طريق شحن بين 420 ميناء في 150 دولة على مستوى العالم.